السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أتعرف اسم حضرتك من أي دولة مشرفنا؟ معاك الحاج عمران من الجزائر. حاج عمران، مجال عمل حضراتكم؟ نحن نشتغل في معدات البناء والأشغال العمومية يعني. أول مرة بتزوروا معارض تراب؟ أول مرة نعم. فينا نعرف رأيكم عن المعرض وعن فعاليات المعرض؟ هو يعني فيه معرض محترم يعني، فيه تقريبا فيه تجديد يعني في حسب المعارض اللي نحن زرناها يعني وكذا، إلا أنه ناقص بعض التنظيم قليلا يعني. إن شاء الله في المستقبل يكون تنظيم أعلى وأعلى. رأيكم بالشركات التركية العارضة، هل هي كانت عند المستوى المطلوب؟ المنتوج التركي الآن له مكانة في السوق يعني، من ناحية النوعية ومن ناحية حتى السعر يعني. توفيق إن شاء الله. شكرا كثير، نورتونا وشرفتونا. أهلا وسهلا. شكرا شكرا شكرا.